يقول السائل: هل يجوز تكرار العمرة في خلال الأسبوع مرتين أو ثلاث؟ يجوز، لكن الأفضل أنك تبقى في المسجد الحرام، الصلاة فيه عن 100,000 صلاة، صلاة الواحدة، والطواف والاعتكاف وقراءة القرآن وصلوات النوافل في المسجد الحرام أفضل من العمرة. تبقى في المسجد الحرام والحمد لله، أديت العمرة عند القدوم تكفي، تجعل بقية الوقت اعتكافا في المسجد الحرام. نعم.